إسماعيل ياسين في الطيران. إسماعيل ياسين بيهرب من الشاويش عطية وبيطلع فوق الطيارة وبيتسلق فوق المروحة، والطيار بيبتدي يشغل الطيارة والمروحة بتلف، لكن وهي بتلف بيبان بوضوح إن اللي فوق الطيارة ده مانيكان، واللي خد باله منه وبعتها لنا ستيت سواتس. لكن في اللقطات اللي المروحة كانت بتلف فيها بأبطأ شوية كان باين وش الدوبلير اللي عامل نفسه إسماعيل ياسين، واللي خد باله من الدوبلير وبعته لنا محمد محمد. ذا أيرشمان هنا بيبان إن ابن الباتشينو بيمسك الراجل اللي بيحاول يقتله، لكن لما بنقلب على الكاميرا التانية بنلاقيه إن هو لسه قاعد ولسه بيبتدي يقوم علشان يمسك. الاحتياط واجب، واللي بعت لنا الخطأ ده محمد فؤاد. طول المشهد ده بيبان المايك واضح من فوق على اليمين، وكان كل شوية مع الوقت المايك بينزل لتحت لحد ما ظهر الهولدر بتاع المايك، وفضل المايك ظهر لحد ما طفى النور. ترانسبورتر الجزء التاني، اللقطة دي فيها خطأين. أول خطأ بيظهر القضبان اللي رفع العربية علشان تفضل واقفة بشكل عمودي، والخطأ التاني إن العربية التانية بيبان إنها فاضية وما فيهاش سواق. تتح واللي بعت لنا الخطأ ده لما رجاء الجداوي بتنط من فوق بتقع من البلكونة، بيبان مش بس الدوبلير بتاعها لكن كمان بيبان إن هو راجل. ذا أيرشمان في نفس المشهد اللي بيتم فيه إطلاق النار على العربية بتاعته بيظهر موديلين مختلفين من العربية، وبيبان إنها ما كانتش عربية واحدة. وحتى هنا في مشهد تدمير العربية بيبان إنها موديل مختلف. صراع في المينا واللي بعت لنا الخطأ ده جوكر برو. أثناء ما عمر الشريف بيطلع السلم بيظهر خيال المصور والكاميرا على الحيطة بشكل واضح. هوم ألون حد خد باله من الخطأ اللي هنا؟ تعالوا نشوف تاني. الولد ايديه بتبقى متشمرة، لكن لما بيجي يفتح الدرج بنلاقي ان كمامه مفرودة، ولما بنرجع تاني للكاميرا التانية بنلاقيها انها برضو متشمرة. محترم الا ربع واللي بعت لنا الخطأ ده سعيد كساب، بيبان ان هو بيقفل محبس طفاية الحريق مش بيفتحه، وهو المفروض كان بيفتح المحبس علشان يطفي النار، لكن بيبان ان هو بيقفل المحبس مش بيفتحه. محبس طفاية الحريق والمحابس دي بشكل عام بيكون المحبس في مرحلة القفل عمودي على الماسورة، وفي مرحلة الفتح موازي للماسورة. جرافيتي هنا المفروض ان هو متشعلق من الحبل وهي بتحاول تساعده وتنقذه وبتحاول تشده من الحبل، لكن هو بيقولها خلاص وبيضحي بنفسه علشان هي تنقذ نفسها وهو يموت. في الحقيقة المشهد ده مش منطقي، وكانت ممكن تنقذه بكل سهولة لو شدت الحزام. مش منطقي لان مفيش اي حاجة بتشده لبرة وتخليه ممكن يفلت منها، لا جاذبية ولا هوا. رائد الفضاء جاريت ريزمان بيقول انها كانت ممكن تشد اصبعها حتى وتنقذه، فحكايه ان هو يقول لها سيبيني عشان تنقذ نفسها ويضحي بنفسه مش منطقي وملوش اي مبرر، وما ينفعش حتى نعتبر ان هو خطا مقصود، لان كان في طرق تانية كان ممكن يموت بيها ويضحي بنفسه برضه وهو بيموت علشان ينقذها هي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مره ليكوا هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهده.